بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وبعد. فما زال العطاء موصولا بفضل الله تعالى من وزارة الأوقاف المصرية إلى جميع أنحاء الجمهورية، فسوف يتم اليوم 12/10/2020 توزيع عدد 16 طن من مشروع صكوك الأضاحي والخاص بوزارة الأوقاف المصرية إلى المديريات الآتية، وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا. والمديريات كالتالي: الإسماعيلية عدد 4 طن، كفر الشيخ عدد 4 طن، بورسعيد عدد 2 طن، دمياط عدد 2 طن، الشرقية عدد 4 طن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله الموفق.